البدايه الليله من اليمن فمنذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعيه وهي تستمر في انتهاكاتها بحق المدنيين، انتهاكات تصاعدت وتيرتها في اكثر من منطقه في الاشهر الاخيره حتى بات التهجير بالقوه سياسه ونهجا لتلك الميليشيات ويصب في اطار سعيها ومطامعها للسيطره على اليمن واخضاع اهله لاهداف طائفيه لا تخدم اليمن وانما تخدم فقط السياده الحوثي القابعين في طهران. حصار ميليشيا الحوثي المواليه لايران لتعز وقراها ومنع سبل الحياه عنها بالاضافه الى القصف المستمر على المدنيين كان كفيلا باجبارهم على الخروج من منازلهم للبحث عن فرص للنجاه النجاه من موت ان لم يكن من الجوع والمرض سيكون ملاقيهم من جراء عمل عدائي همجي بقصفهم العشوائي بصواريخ ميليشيات الحوثي سكان قرى الحيمه التابعه لتعز ما هم الا تجسيدا لنزوح المدنيين من تعز سالكين في برد الشتاء طرق الجبال الوعره من غير حتى ادوات او مستلزمات الا ما كان يسيرا. حال اهل الحيمه يختصر قصه آلاف المدنيين في مناطق اخرى في الوازعيه وموزع وجبل حبش وغيرها. كانوا عرضة للتهجير القسري على أيدي المتمردين الحوثيين حيث تحشد هذه الميليشيا الموالية لإيران المئات من مسلحها لقصف المناطق بمختلف أنواع الأسلحة لاستهداف المدنيين الذين يرفضون وجود هذه الميليشيات ويحاولون الدفاع عن أنفسهم معنا الآن من القاهرة رئيس مركز إسناد لتعزيز سيادة القانون فيصل المجيدي مساء الخير استاذ فيصل مرحبا بك معنا من جديد في غرفه الاخبار كما تابعنا في التقرير نتحدث عن اوضاع مزريه يعيشها سكان تعز والمناطق المحيطه نتيجه اولا الحصار الطويل المفروض عليها وايضا نتيجه القصف من قبل الاطراف او الميليشيات الانقلابيه بدايه هل هناك اي معلومات عما يمكن فعله لمساعده هؤلاء الناس هل هناك اي شيء بالامكان فعله على الارض لمساعدتهم على تجاوز هذه الاوضاع مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام بالفعل واقع مؤلم ما يحصل في مدينة تعز إذ أن التقارير المنظمات تتحدث عن أن المدينة في الأساس إضافة إلى ما ذكرت ما ذكرت في سؤالك وإلى ما ذكر في التقرير تعاني في الأساس من الحصار وهي أكثر مدينة تتعرض للتهجير إذ أن منظمات تحدثت عن سبب تهجير ما يقارب 9517 أسرة أي أن عدد الأفراد ما يقارب 800 ألف نسمة 60% من هؤلاء نساء و25% أطفال اليوم قرية الحيمة تتعرض لحصار شديد وقنص وهذه المأساة يعني سببها مقاومه الاهالي لمحاوله الميليشيا ربما اقتحام المدينه ورفض بعض قيادات المؤتمر في هذه المنطقه حضور اجتماعات ميليشيا الحوثي ومن ثم الميليشيا تقوم بهذه الاعمال الاجراميه لا يهمها وضع المدنيين ومن ثم حقيقه بالفعل يجب ان يتم استيعاب هؤلاء الناس وخصوصا النساء والاطفال وتقديم الدعم المباشر لهم بشكل فوري، نحن حقيقه نجد ان الامم المتحده مقصره بشكل كبير، مفوضيه حقوق الانسان وكيل الشؤون الانسانيه القابع وحيدا حتى هذه اللحظه في العاصمه صنعاء تقريبا اصبحت صنعاء مهجوره من كل المنظمات الدوليه ما عدا وكيل الشؤون الانسانيه الذي لا يقوم برفع اي تقارير حقيقيه عما يحدث من ماسي ولم يزر مدينة تعز تقريبا سوى محاولة مرة عندما أتى وفد دولي حقيقة ما يحصل في تعز جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ينبغي للمجتمع الدولي بالفعل أن يتحرك لأجل إنقاذ هذه المدينة وأقول حقيقة أن ما يمكن تقديمه بشكل فوري هو موقت وإلا فإن لا يمكن لهذه الآثار أن تزال إلا بإزالة الإنقلاب بشكل كامل م. نحن نتحدث عن ثلاثة مليون نازح من الشعب اليمني في كافة اليمن لكن تعز تظل هي البقعة الأكثر ألما وهي المنطقة التي تنزف بشكل متكامل ودائم طيب أعطينا فكرة أستاذ فيصل عن عن طبيعة الحصار ما الذي يعني تفتقده تعز من جراء هذا الحصار ما الذي يصل إلى السكان هناك لمساعدتهم في المضي في حياتهم اليومية وما الذي يفتقدونه من من مواد أساسية؟ أنت تتحدث أخي الكريم عن كافة وسائل الحياة ما يتعلق بمعيشة الناس من الغذاء والدواء وما يتعلق بالمشتقات النفطية يكفي أن تعرف أنك إذا أردت أن تذهب من جنوب تعز إلى شمالها ونقصد بذلك منطقة الحوبان التي تتمركز فيها ميليشيا وفي كل المناطق تحتاج ما يقارب من 7 إلى من سبع إلى تسع ساعات بسبب الحصار الكبير من ميليشيا الحوثي لا يستطيعون إدخال المياه ولا مواد الغذاء ولا يستطيعون الادويه، الادويه اكثر من مره تقوم ميليشيا الحوثي بايقاف شحنات الادويه التي تاتي كمساعدات من المجتمع الدولي وتحديدا دعنا نكون اكثر صراحه المساعدات مقتصره تقريبا على مركز الملك سلمان وعلى الهلال الاحمر الاماراتي وربما منظمات من الكويت ودوله الكويت، لكن المجتمع الدولي حقيقه انا اعتقد انه ترك المسائل الانسانيه ولا يتحدث الا على المناطق التي ربما تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وهي حقيقة تعاني آلام ونحن نعرف أن صنعاء الآن أصبحت يعني في حالة حصار وأصبحت سجن كبير ولكن م. هذه المساعدات التي ترسل إلى هذه المناطق في الأساس تصادرها ميليشيا الحوثي إن شئت تعز حقيقة الآن تعاني بشكل كبير من جراء هذه الآلام إضافة إلى القصف الآن قبل أن أدخل الاستوديو. قاموا بقصف يعني صاروخي أصاب طفلين في عند المطار القديم الميليشيا الميليشيا الآن أصبحت حقيقة تشكل خطورة كبيرة جدا، لا يعني أن يتم تهجير الناس، الأطفال يموتون بشكل كبير، هناك إحصائيات بمدينة تعز تتحدث عن أن 1600 امرأة قتلت خلال عام واحد فقط جراء هذه القصف من الميليشيا الإيرانية بشكل متعمد وكبير. عندما نتحدث عن تهجير ونزوح أستاذ فيصل، إلى أين يذهب هؤلاء الناس؟ أين ينتهي بهم المطاف؟ وكيف هي احوالهم في المناطق التي يصلون اليها للأسف الشديد لا يتم إقامة يعني كما يقال مناطق كامب لهؤلاء النازحين وإنما يذهبون إلى المدن ربما يفترشون في المدارس وفي هذه المناطق التي طبعا تفتقر إلى كثير من الخدمات وبالتالي يؤدي إلى انتشار الأمراض وعدم وجود الأغطية وعدم وجود البطانيات في هذه الأيام ووسائل التدفئة التي يمكن من خلالها أن يحافظوا على حياة كثير من هؤلاء الأطفال والنساء تحديدا وبالتالي هم يعانون بشكل كبير طبعا هم يذهبون الى القرى المجاوره في هذه المناطق علّهم يجدون طبعا هناك نجده من اقارب او نجده من الناس لكن لا يوجد عمل حتى هذه اللحظه اغاثي حقيقي للمنظمات الدوليه التي يفترض ان تقوم بهذه الاعمال كما ينبغي. طيب يعني فيما يتعلق بالتقصير الذي اشرت اليه قبل قليل من الامم المتحده ما الذي يمكن عمله معظم هذه الوكالات انسحبت كما تعلم من صنعاء ولا ادري اذا كان لها وجود اخر في في مناطق مختلفه من اليمن وبالتالي يعني وجودها على الارض اصبح تقريبا غير موجود ما الذي يمكن لهذه المنظمات ان تفعله اذا لم تكن هناك اصلا يمكن لهذه المنظمات ان تقوم بالكثير اولا يجب عليها طالما وقد ادركت ان الوضع الامني خصوصا بعد قيام ميليشيا الحوثي بقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح بتلك الصوره وقيامها الان بالمتابعات السياسيه واليوم اصدرت قرارها الى البنوك بحجز ما يقارب لارصده لاحزاب ولمنظمات ولما يقارب 1223 شخصيه سياسيه واعلاميه وناشط حقوق جميع هؤلاء أصبحت الآن أموالهم في يعني شبه مصادرة من قبل ميليشيا الحوثي المنظمات الدولية التي هاجرت من صنعاء دعتها الحكومة اليمنية إلى الانتقال إلى مدينة عدن وإلى أن تقوم باستخدام موانئ عدن والمخا وكثير من هذه الموانئ وحتى المملكة العربية السعودية دعت هذه المنظمة إلى استخدام ميناء جيزان وبالتالي يمكن لهذه المنظمات أن تقوم بترتيب العمل الإغاثي من خلال فك ارتباط بعضها اقول الشراكه القائمه مع بعض دعني اقول المنظمات القريبه من ميليشيا الحوثي والتي كانت تقوم باخذ جزء من هذه المساعدات للاسف الشديد لا تقوم بايصالها الى مستحقيها وانما يتم الذهاب بها الى الجبهات كمجهود حربي للحوثيين وبالتالي يمكن القيام بعمل الكثير باسعاف هؤلاء النازحين بادوات التدفئه والادويه وكثير من الادويه الوقائيه تحديدا ل انتشار الامراض والاغذيه ومن ثم حقيقه هناك امكانيه للقيام بالكثير بهذا الشان وأن لا يتركوا فعلا الشعب اليمني كما تقول الامم المتحده بانها الماساه الاولى في القرن الحالي وفي الاعوام القادمه، نحن امام ماساه كبيره وحقيقه ان الامم المتحده بالفعل تتحمل الجزء الاكبر نظرا حقيقه لانها لا تزال تدلل ميليشيا الحوثي، كل ما يقوم به او ما تقوم به هذه الميليشيا الايرانيه في الاساس تجد فيه رخاوه من من الامم المتحده م. ومن المجتمع الدولي الذي يتعامل معها كطرف سياسي ويقوم بارسال المبعوثين اليها في حين انها تقوم باعمال اجراميه وتهجير هذه الجرائم في الاساس منصوص عليها في القانون الدولي الانساني بانه يجب محاكمه من يقوم بهذه الاعمال كمجرمي حرب كما حدث مع كثير من الدول في افريقيا وفي يوغوسلافيا وكثير من هذه المناطق التي شهدت عمليات تهجير وقتل وتصفيات واعدامات كما هو حاصل الان في مدينه ويحصل في صنعاء نحن امام حقيقه ماساه كبيره لا نجد تفاعل المجتمع الدولي كما ينبغي هل قامت الامم المتحده مثلا بتعيين مبعوثين لداعش عندما قاموا بهذه العمليات وعمل مبعوثين بين البغدادي وبين العبادي في العراق وكذلك بين الظواهر وحكومه افغانستان لكن نجد هذه الصوره حقيقه غريبه جدا بان تقوم بين الارهاب تعمل يعني تقوم بارسال مبعوثين بين عبد الملك الحوثي وهو ارهابي وقائد جماعه ارهابيه والحكومه اليمنيه نحن امام وضع حقيقه غير مفهوم تماما وهذا الامر ربما هو الذي يعطي الميليشيا الاطمئنان بالاستمرار بكل هذه الجرائم عدم وجود موقف حقيقي وموحد من المجتمع الدولي خصوصا وان الميليشيا لم تعد تقبل احد نعم. في العمل السياسي نستطيع ان نقول له انه لا يوجد حقيقه الان طرف سياسي يمكن التعامل معه على هذه الصوره. شكرا جزيلا لك الاستاذ فيصل المجيدي رئيس مركز اسناد لتعزيز سياده القانون كان معنا من القاهره.